عشان ازرع ال 60,000 فدان دول واحطهم على خريطه الانتاج يا دكتور مصطفى، ما كانش ممكن قدامي خيار غير كده. على موضوع تاكل الاراضي الزراعيه والبناء عليها من جانب اهلنا، فكان لابد ان الدوله تخش عشان تعمل انتاج اضافي وبديل للاراضي اللي اتاخدت. واللي يبقى هنبص لقينا بعد شويه نتيجه التعدي اللي حصل خلال السنين اللي فاتت بقى حجم الاراضي تاكل بشكل كبير. حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدوله بتعمله، ده على مدى السنين اللي فاتوا. فحصل فجوه، حصل عجز، فرق كان لابد ان احنا نشتغل عليه. الكلام اللي بنعمله ده تكاليفه ضخمه جدا. لما اخترنا المكان ده بني سويف المنيا، كان من ضمن الكلام اللي فيها ان الدراسات كانت بتقول ان المناطق دي او المحافظتين دول من اكثر المحافظات الاكثر احتياجا. طب انا يعني الاكثر احتياجا اعمل لهم ايه؟ اعمل لك فرص عمل تيجي تشتغل هنا ترجع لبيتك اخر اليوم بقرشين تصرف على البيت، ولا سيبك اكثر احتياجا؟ فالهدف مش بس ان انا البي طلب، كمان اوفر فرص عمل، خاصة لو قدرت ان انا اعمل كمان معاها تصنيع زراعي. وانا في تحدي ان انا لبي لكم او لبي لبلدي واهلي وناسي مطالبهم، وهعرف بفضل الله ازاي اعمل دي. مش هعرف، انا عرفت وبجري عليه.